خويا الحديث انا جيت لقيت عباد الله لا لقيتو لا يهمراجو مراش ولقيتو لا مشي هو الله اعلم واش هو اللي لاحا ولا هي اللي تلاحت الله اعلم كتب عليك هادشي ما عارف. المهم انا قلت بان لي من فوق في الحافه ديال السطح قلت انا ندير خير نطلع عنده ونشوف نهضر معاه مع ساكن معاه في العماره قلت انا نهضر معاه ونشوف على الله اللي يبغي يدير شي تاويل. طلعت اخاي شوف تبقى يغوت عديو لي الطوموبيل سحروا لي هادي شنقول لي عند الشيطان صاحبي راه غتكفر بالله انت صاحبي راه كفر هذا شنو تدير صاحبي خدم عقلك والو ما بغاش يسمع اخاي يا هذيك يلا درتها بنت ليا بومبيه جات هذيك اللي تدي 15 لامبيلونس جات يلا دارت مع الدور هادي هو مسكين سمع الصوت تلاه دم الامانه ما نشوف اخي شي ما عاد السيد هذا الله يعمرها دار تسول عليه السن ديالو 36 35 ما وصلهاش والله يعمرها دار والله ما يقولها فيه شي واحد خايبه في الناس كاملين ديال الحومه هذي راح ومره يلا ماشي شحال هذه بنادم مسكين فيها يلا واش نعرفوا بعضياتنا اخي الله اعلم كذب عليك الله اعلم ومش بعد المرات وصافي انت راه عارف بنادم مزوج عادي هذيك النزاعات خلافات اجتماعيه ديال الدار شاش وقع بيناتهم ما اش نقول لك اخي انايا صافي بنادم راه يطلع من السطح راه باينه يموت ما يبقاش عايش اخي هذيك اللحظه انا يلا طلعت السطح بحال هكا اللي السيد واقف على الحافه وتيدير هذيك اللعبه ديالها تيديرها قلت لي كمان على الشيطان مبقاش يغوت تيقول سحروا لي هادي سحروا لي داروا لي الطوموبيل فهمتي بريسي بنادم الضغوطات والحياه خلاشو يطلع مسكين الله يرحمه في هذا النهار عنده ثلاثه د الوليدات الله يرحمه مسكين عنده ثلاثه جوج بنيوتات وحده ريتاج وحده هند ودري صغير ما كاملش حتى شي شهير بحال هكاك باش تزاد راه عرض لينا العماره كامله وكذا وتعشينا في دارهم والله يرحمه جيران وهنا يا خويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.